أن تعرفه بدلاً من بدل. ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. ومن أعجب العجب العجاب أن تطيعه ثم لا تقول: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أكثر منك. أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع القوي، مع العزيز، مع العظيم، مع المعطي، مع المانع، مع الخافض، مع الرافع، مع المعز، مع المذل، مع القابض، مع الباسط. أنت مع خالق السماوات والأرض. لا يمكن أن يشقى الإنسان بمعرفة الله. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإنسان يشقى بالبعد عن الله، يسعد بالقرب منه. لذلك إنسان وجد نفسه فجأة في بطن الحوت الأزرق يا إخوان وزنه 150 كيلو، يستخرج منه 90 برميل زيت. الوجه اللي بين الوجهتين يسموها هي عصبونية، أو في اللغة الإنجليزية سناك. أربعة الوجه بين الوجهتين. نبي كريم وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، يعني احتمال مجال كامل. يستطيع الإنسان أن يقف في فم الحوت. فنادى في الظلمات هذا النبي الكريم سيدنا يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أي له وحده. وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الشاب في بطن الحوت. سيدنا ابراهيم في النار: يا نار كوني بردا وسلاما على عبادي. في اعظم منك. اذا كان الله معك فمن عليك؟ واذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ كن مع الله فان الله معك، واترك الذل وحاد الطمع، واذا اعطاك من يمنعه ثم من يعطي اذا ما منعه. هذه مله الله قل بها لا تطع عنها شروفا وزعا. كن مع الله فان الله معك. بعض العالمين قال: فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيره، ولو سمعت اذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العنف وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة حذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك لذته لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حب نفسك؟ وكل من ادعى سهولته كن له مجانا. فأيسر ما في الحب للفرد محبوب، وأصعب من فرد الفتى يوم أهله.